الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، باب الصلاة قبل العيد وبعدها. ما في من قطع الصوت؟ من قطع؟ هل انقطع عندكم الصوت؟ من قطع؟ باب الصلاة قبل العيد وبعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال أبو المعلى ويحيى بن ميمون الضبي الكوفي البصري، قال أبو حاتم صالح الحديث قال نسائي ثقة، وأيضا معين قال ثقة. قال سمعت سعيدا، وسعيد هنا سعيد بن جبير الثقة الثابت الأمين، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كره الصلاة قبل العيد. قال المصنف رحمه الله تعالى، حدثنا أبو الوليد هنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطالسي من أساطير المحدثين، قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة وأمير المؤمنين في الحديث، قال حدثني عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي من الثقات الأزبات، إلا أنه كان يتشيع. قال سمعت سعيد بن جبير من خواص طلبة ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، عن ابن عباس، عبد الله بن عباس من العبادة الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ومعه بلال. وهذه خاتمة الأحاديث في كتاب العيدين. هنا في قول باب الصلاة قبل العيد وبعدها، ابن عباس جزم بأنه لا صلاة قبلها ولا بعدها. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قول ثلاثة، منهم من قال أنه يصلى قبلها ويصلى بعدها، من أهل الكوفة من غيرهم من قال بذلك يصلى قبلها ويصلى بعدها، ومنهم من قال لا يصلى قبلها ولا يصلى بعدها، ومنهم من قال يصلى بعدها ولا يصلى قبلها، على ما ورد في حديث وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي قبل صلاة العيد، ولما رجع إلى بيته صلى ركعتين، حديث أبي سعيد وغيره. ومنهم من فرق بين الإمام والمأموم، وهذا قول الشافعية، قول الشافعية فرقوا بين الإمام وبين المأموم. الشافعي يعني ورد عنه أنه قال لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها، لكنه كما قلنا قد كره ذلك للإمام وفرق بين الإمام وبين المأموم كما في الأم. ومن قال بأنه يصلي لا يصلي قبلها ويصلي بعدها، استنى الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، وهذا خرج ابن ماجه بإسناد حسن. إذن عندنا أقوال ثلاثة في مسألة الصلاة قبل العيد أو بعد العيد، لا يصلي قبلها ولا بعدها، يصلي قبلها وبعدها، لا يصلي قبلها ويصلي بعدها لحديث أبي سعيد، التفريق بين الإمام والمأموم كما هو ظاهر كلام الشافعي في الأم بالتفريق بين الإمام وبين المأموم، لا يصلي قبلها لكن يصلي قبلها، لا يصلي قبلها الإمام نعم، والمأموم يصلي له أن يصلي. والحق أنه لو كان ذهب قبلها ما في سنة راتبة، يعني الذي نفى الصلاة قبلها أيضا يوجه بأنه لا سنة راتبة للعيد، العيد ليست فرضا حتى نقول لها سنة قبلية وسنة بعدية. من قال بالصلاة قبلها والصلاة بعدها قد جعلها في مرتبة الفرض الذي له سنة قبلية وسنة بعدية، والجماهير خلاف الحنابلة يرون أن صلاة العيد أنها سنة نافلة وليست فريضة. والصحيح الراجح في ذلك أنه لا يصلي قبلها، وإذا رجع إلى البيت صلى بعدها، لعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو الفعل لا عموم له لكن لفعل النبي واتساء به أنه لم يصلي قبلها ولكنه لما رجع البيت صلى بعدها. وفي قوله قال أبو المعلى نعم سمع سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد، هذا قول ابن عباس هو الأعدل، لأنه لم يرى أحدا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبلها، وأيضا هذا على المأمومين لأنهم مشغولون بالذكر والتهليل والتكبير، لأنهم مشغولون بالذكر والتهليل والتسبيح.
في قول أن النبي خرج يوم العيد الفطر فصلى ركعتين وصلى قبلها ولا بعدها ومعه بلال، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو أتقن للباب وقد نظر ورقب الأمر، وقال بأن النبي لما خرج خرج إلى الصلاة فصلى العيد ثم خطب الناس لم يصلي بعدها، ومعه بلال رضي الله عنه وأرضاه، ففيها تأكيد على عدم الصلاة قبلها والصلاة بعدها، لكن عندما يرجع البيت له أن يصلي ركعتين لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي ركع ركعتين بعدما صلى العيد. وقلنا هذه ليست مرتبطة بالعيد لأن صلاة العيد نافلة، على الراجح الصحيح أنها نافلة وليست فريضة، أنها نافلة وليست فريضة. نعم. الفوائد المستنبطة: فعل النبي تشريع، الراوي أعلم بما روى ابن عباس روى الحديث وقال وكره الصلاة قبلها وبعدها فهو الذي يقدم. الفائدة الثالثة والمهمة جدا: الأصل في العبادات التوقيف. الفائدة الثالثة: الأصل في العبادات التوقيف.